السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الحلقة فيكم في قناتكم التعليمية الأوائل جيجي مع عصة ده من اللغة العربية لسه من خامسة ابتدائي المقطع الثالث الهوية الوطنية حول صفحة 32 أتذكر وأجيب زائد أستعمل الصيغ خلاصة النشاطات في اللغة العربية. نبدأ ضد الأفكار التي وردت في النص فقط وعبر عنها مشافحة. بلادنا أرض الكرم والجود، أدافع عن وطني بكل عزيز وغال. الثورة الجزائرية من أعظم الثورات في العالم. الجزائر رأس أفريقيا ورأس أكرم الأعضاء. الكسل والجهل يحولان دون الكسب. الجزائر أرض الحضارات وتاريخها عريق. الأفكار التي وردت في النص هي: بلادنا أرض الكرم والجو، الجزائر رأس أفريقيا والرأس أكرم الأعضاء، الكسل والجهد يحولان دون الكسب. بلادنا الجزائر رأس أفريقيا والرأس أكرم الأعضاء هي أرض الجود والكرم، خيراتها كثيرة لا يحول دون الرزق فيها إلا الجهل والكسل. ننطلق إلى التمارين الثاني. أستعمل الصيغة، أكمل الجملة مستعملا الصيغة الفاء السببية. هرب المحتلون التعليم في الجزائر، فكثرت نسبة الأمية فيها. صد وطنك فيصونك، لا تسمح للكسل أن يتملكك. فتخسر كثيرا. كثر عدد المدخنين، فازداد عدد مرضى سرطان الرئتين. زاد ثمن الوقود، فقل ثمن السيارات. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.